وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى البثرة الصغيرة في يدها فتلح عليها بالتعويذ، فيقال إنها صغيرة حبة في اليد مثلا، طلعت حبة أو شيء تجلس بالرقية عليها، فيقال إنها صغيرة، فتقول إن الله يعظم ما شاء من صغير ويصغر ما شاء من عظيم، يعني هذه إذا تركتها أنا ممكن تكبر، أحسن أتغدى بها ولا تتعشى بي كما يقال كذا. وتعالوا بنا إلى جانب النفس مع هذا الصغير الذي يكبر. كم منا من لا يكترث لمحقرات الذنوب، صغيرة صغائر، كذبة بيضة، غيبة شوية بس، لا أي بسكويت ولا حلويات ولا شيء من السوبر ماركت ولا ما أعرف إيش، وأنا خارج حط في جيبي ما حد يشوف، ربع كيلو مكسرات وأنا أسأل البايع بكم هذا وهنا أحسن، وهذا ربع كيلو مكسرات زين، حتى أنا خاطف على ربع كيلو، هذاك ربع كيلو وحده بكم ريال، ترى الكف قدر ربع كيلو أو أقل بقليل. كثير من الناس وأمثال هذه الأمور وغيرها يرونه بسيط صغير. إياكم ومحقرات الذنوب في الحديث، لماذا؟ لأنها إذا اعتاد عليها الإنسان بعد ذلك تعظم وتتعاظم شيئا فشيئا حتى تدخل صاحبها إلى الكبائر، تدخل صاحبها إلى الكبائر. ولذلك الورع إذا ربيت أو تربت عليه النفس كان في ذلك سلامة للإنسان، سلامة للإنسان.